والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبيعة الحال كانت زيارة تفقدية للمشروع اللي هو المركز الصحي أولاد مراح، اللي إن شاء الله غدا سيتم تدشين دياله بمناسبة عيد العرش المجيد. الزيارة هذه الزيارة كانت جوج أهداف. الهدف الأول هو أن ما نعرفوه في يعني الصور في المواصلات الأعمال اللي قام به المقاول واش هو، يعني شفنا كاع الحويجات اللي خاصين يكملوه، وكاينة مسألة أخرى اللي هي وصل على علمنا بان جاء واحد البرلماني ودخل للمركز الصحي وكيوصل كيقول للناس ودار تصور كيقول للناس بانه بحال راه بغى يتبنى هذا المشروع، بغى يركب على المشروع. هذا ما يؤسف للاسف، ما يمكنش غنسكتوا. حنا مشينا وقلنا دي مدير لا قلنا للناس ان ما يغلطوش تغليط، لان ماشي هذا هو، ماشي هذه الخصال، ماشي هذا هو، هذا هو، هذا هو المنظور في البرلمان. حنا للاسف ما يمكنش هذا المركز الصحي. الشكر اول موصول الاعضاء ديال المجلس الاقليمي ديالنا ديال منطقه ماكو، هما اللي جابوا لنا الفكره النهار، هما اللي طرحوا قال لك ودي راه خصكم تجيو ديروا واحد الزياره ليه، ودرنا الزياره لهذا المركز الصحي ديال واد مراح، ولقينا بالفعل هذاك المركز الصحي القديم انه بواحد الحاله يرتى على ما يرضاش اي مغربي ايا كان، ما يرضاش على ذاك الوضع، لان بكل صراحه ماشي انا بالنسبه لي ملي شفتو تخيلته بانه اسطبل ماشي مركز صحي. لهذا برمجنا واحد، درنا واحد اتفاقيه شراكه للواد مراح اللي كانت فيها وزارة الصحة 35 مليون ديال السنتيم، وزارة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 500 ألف درهم، والمجلس الإقليمي 100 مليون ديال السنتيم اللي هي مليون ديال الدرهم. كذلك بحال اتفاقية دارت في البروج، دارت في البروج اللي هي نفس بالنسبة للمركز الصحي ديال البروج، حتى هو دار واحد التوسيع بنفس المبلغ، والحمد لله راه خرج حيز الوجود. كذلك دار واد المراح راه هاوشنا اليوم خرج حيز الوجود، ولكن ما كنقبلوش يجي شي حد ويتبنى ويبغي يركب على هذا المشروع ولا يقول لا. للاسف حنا نادينا عده مرات، ندير اللي بغى يدير لي يدو في يدينا، حنا بابنا مفتوح، مجلس اقليمي برمتي، ولكن اللي بغى يخدم اللي بغى يعمل على حنا كنتسناو برلماني باش يجي ويدعمنا ويقول لنا اشنا هو اللي نقدر نعاونك فيه. عطى الله عندنا كما قلت، عندنا واحد البرنامج العمل اللي في بنك ديال المشاريع، كاين مشاريع الاقليم كله اللي عندنا ولكن بغينا هذا هو الدور ديالو. ما تجيش حاجه يصوبها واحد هاد المجلس الاقليمي وتجي انت وتبنى هذا المشروع، اسمح لي هذا للاسف هذا بالنسبه لي انا كنعتبره ضعف. ما يمكنش نجيو اشنو هو المقصود منه؟ واش الناس واش كيتحبوا الناس المواطن باقي ذاك المواطن؟ راه المواطن الحمد لله راه كاين شباب، راه كاين الكل على علم، راه بالعكس كيولي عنده واحد النظره كتفقدوا الثقه في كنفقدوا الثقه في المواطن جميعا. راه ملي كتكون حاجه باش يدير شنو نقول ديالي، راه للاسف حنا المستشفى ديال الحسن الثاني الحمد لله راكم شفتوا اشناه فين وصلت الامور ديالو، راه شفتوا التغيير مستشفى الحسن الثاني العاده ديال الهيئه ديالو كلها الحمد لله. حنا كنتسناو البرلمانيين من هذا البرلمان اللي غادي يمشي ويقول بان راه يبغي يبين بان حلا راه هو اللي دار ذاك المركز الصحي. حنا كنقولوا ليه دابا كنقولوا ليه عاوننا غير في الاتفاقيه ديالها مع الصحه، راه متعهده لنا بالموارد البشريه، خاص اطباء، خاص موارد بشريه، غير الحصه ديالنا. هذا هو الدور مع الوزاره اللي انتم كتلاقى معاه كل دائما في كل اسبوع في الوزارات. هذا هو الدور، ماشي نجي العمل ديال واحد المؤسسه اللي هي فيها مجموعه ديال الناس كيمثلوا الاقليم كلهم وتجيو تبنى وتبغي تبنى انت، هذا مؤسف، ما يمكنش نقبلوه وما يمكنش نسكتوا عليه. والحمد لله راه اليوم المواطنين في بلاد مرحب عرفوا الحقيقه، احنا وصلنا للحقيقه باش حتى شي واحد ما يجي يغلط ولا يجي اللي بغى يخدم. احنا كنقولوا احنا اللي بغى يخدم معنا واللي بغى يتعاون معنا احنا راه مادين يدينا دائما، وهذا مفروض نتعاونوا ونجمعوا الشبل ونديروا ليه تفريد، ماشي نجيو ونطعرك من ظهرك. سيد الرئيس، كاين واحد المشكل عندنا اللي الناس كلها يعني كتفاجئ به، يعني مصدومه من جهته، هو طريق الرابطه 305 الطريق الوطني ما كاين غير حدود سلاح الجيش. نعم. كنشوف لقاء تواصل ديال الفيسبوك بعض البرلمانيين كيقول لك غدا بعد غدا، يعني حتى الساكن كل الناس كتقول لك هذه وعود كاذبه، بغينا نعرفوا هاد الطريق فين مشات. اولا المساله ديال هاد الطريق ما فيها لا برلمانيين لا هاد الطريق، هذا قرار وكانت في مصادقه ديال المجلس الجهوي السابق اللي هو مجلس جهه الشاويه وردغاغ اللي انا كنت فيه نائب اول. كاين ثلاثه جوج ديال المحاور ديال الطرق، كاين الطريق الوطنيه 308 والطريق الوطنيه 305 اللي تكلمتي عليها. الطريق 308 راها تقريبا وصلت واحد 80%،
الحمد لله الخير الحيز والخرجات الحيز موجود. طريق 305 اللي مكلفين هما تجهيز، يعني اتفاق اتفاقيه فيها واحد المجموعه ديال الشركاء تجهيز. كل مره كيقولنا بالفعل، حتى حنا الاجتماع الاخر مع الناس ديال التجهيز كان واحد اجتماع مع السيد عامل وقلنا بان راه اقرب الاجال غتخرج الحدود، ولكن باش يقول لك برلماني بان راه انا اللي تهدث هذا الطريق، هذا لا ما كاينش هادشي. حنا الطلب اللي طلبناه هو انه كاين واحد المقطع اللي هو ما بين بن حمد وسيدي حجاج اللي اصبح كارثي. طلبنا من السيد مدير التجهيز من اللي الصفقه من اللي بغيو يبداو المشروع يبداو من هذا المقطع هذا، لانه كلنا وحنا بناء المنطقه وكنعرفوا الاقليم كله برمتي هذا المقطع يبداو منه، لان الطريق هذه غتبدا من الكاره تقريبا من سليمان ماشي الكاره حتى البروج. هذا هو 305 اللي غادي تزاد فيه واحد المتر ديال العرض، تولي فيه 6 متر ما تبقاش فيه 6، واللي غادي يولي يعني مهم جدا لان غادي يربط واحد الناس واحد العدد ديال الناس اللي غتولي الطريق ساهله على غادي الرباط اللي غادي في ما غادي الاتجاه ديال الرباط راه عنده هذيك الطريق اقرب لي من هذه واللي غتكون واحد المتنفس للاقليم. الرئيس الرساله الاخرى اللي ساكن هذه واحد المراح، واش كاين بعض المشاريع جديده كيخصها؟ بطبيعه الحال دائما الحمد لله المجلس الاقليمي غادي دائما بالمشاريع. الماء راه على علم العدد ديال الجامعات في دائره بن حمد كلها ماشي ولاد مراح، ولاد مراح ودائره بن حمد، الماء الصالح الشرب واحد العدد ديال الجامعات الحمد لله، كيفهم كيف جامعه بني مسكين، كيف جامعه فولاد سعيد، كيف جامعه فولاد بوزيري، كيف جامعه في ولاد داوود اللي هي ولاد صغيار والتوالت اللي كان بعض الناس اللي كيقولوا الان ما كيشهدوا حتى مرة كاينين وراه مسكين اللي يستافدوا وكاين اللي راه مازال غيستافد. كيف النقل المدرسي كذلك واحد العدد الجامعات سابقه وصلنا واحد العدد وكاين برمجه ديال 10 الكيران ديال لي ترونسبور سكولير حتى هو 10 اخرين تما ماشيين ان شاء الله في الطريق، كاين واحد العدد. حنا مستعدين، حنا راه كنقول غير صغير رؤساء الجامعات تكون عندهم بادره وتكون النيه ديال العمل، لان راه ما يمكنش المجلس الاقليمي يخدم بوحدو ولا عندنا جهه نستافدوا منها، ولكن راه ما يمكنش نبقاو حقا لا المجلس الاقليمي ما غادي يبان. هذه الناس غالطين، راه ملي غادي يوصل الوقت راه المواطن راه اصبح ما بقاش داك المواطن اللي كنا كنعرفوا كيف يمشي بالاوامر ولا يمشي راه اللي باغي يخدم راه هو وقت النتائج راه غادي يحصل النتائج. سلطة الرئيس سؤال اخر بنسولك على يعني الشرك يعني الجمعيات، واش المجلس الاقليمي باقي عنده علاقه مع الجمعيات كيفاش كيفاش الشركه كاين ولا كاين شي حاجه في الرياض؟ لا بالنسبه بما يخص الجمعيات، بما يخص اخي الجمعيات الدعم انتم كتعرفوا الجمعيات راه على علم وزاره الداخليه حيدات لنا الدعم ديال الجمعيات، هذا ما بقاش عندنا حنا المجلس الاقليمي، ولكن كاين شراكات اللي كنمشيو معاهم حتى في النقل المدرسي. تكلمت لك ليه الجمعيه ديال النقل المدرسي، حنا المجلس الاقليمي الجمعيات، لان ما يمكنش غنجي انا رئيس عنده مشكل مع الجمعيه ديال النقل المدرسي واللي هي جمعيه نشيطه وكل شيء يقول لي لا اعطيني الجمعيه السياسه، لا حنا الجمعيات الناشطه اللي باغا تخدم واللي عندها حنا مستعدين. حنا غادي ان شاء الله حتى فيما يخص واحد العدد ديال الشركات اللي غندخلوا فيه واحد العدد ديال الجمعيات اللي باغيين يخدموا، كاين محاربه الفقر والهشاشه، كاين خصنا غير البادره تكون من الجمعيات اللي عندهم هدف. استاذ الرئيس كنعرفوا يعني كره القدم يعني هي نعم. شي حاجه شعبيه عندنا، ربما هي المتنفس الوحيد فورا المراح. نعم. وهي عندها مشاكل كتعاني. نعم. واش تقدروا تعاونوا يعني تكون مع الشركه؟ فاحنا مستعدين، احنا لا انا ولا لا كان شي حاجه باش مستعدين، احنا مستعدين كمجلس اقليمي وحتى المبادره السيد العامل حتى هو المبادره التنميه البشريه راه مستعدين. اي فريق احنا الفريق اللي محتاجنا واللي في استطاعتنا نديروه احنا راه الاشاره جميع الفرق، ما كنهضر على الفرق اللي تحت اللواء ديال الجامعه، لان ماشي الفرق ديال الاحياء هذوك بحدهم، ولكن كنهضر على الفرق اللي في العصبه، لان خاصنا من المفروض عندنا نتعاونوا معاهم. وللاسف هذا هو الدور علاش كنت كتكلم، انا خاص لا برلمانيين ولا رؤساء الجامعات ولا انا كرئيس مجلس اقليم ولا حتى الجهه، خاصنا نلعبوا الدور مع هذه الفرق هذو، لان ما يمكنش نبقاو غاديين في هذا المستوى هذا واللي كل واحد يلعب دوره، ماشي 100% على الاقل غير تبين حسنيه ديالك وتبين الغيره ديالك في هذا الاقليم هذا.